هذه الزيارة فيها جنبتين. الجنب الأولى هي أن المنطقة كلها الآن متوترة، الوضع في أفغانستان، المناكفات ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، سوريا، تركيا، أيضا كل هذه تحتاج من أهل المنطقة إقليميا ودوليا من له مصالح يحتاجون أن يعقدوا نوع من الشراكات لكي يكون لهم دور في عملية إطفاء الحرائق التي تحصل في عموم المنطقة. وأتصور أن العراق ولأول مرة يكون سباقا في هذا المجال. كان هنالك دعوات من الخارجية العراقية، وكان زيارات لوزير المالية لعدد من الدول، والآن تأتي زيارة السيد الكاظمي إلى دولة الكويت لتأكيد الضرورة الملحة للتقارب ما بين دول إقليم العراق. هذا من جانب. الجانب الآخر، لا ننسى أن الكويت كانت قد استضافت الدول المانحة بخصوص العراق، وأيضا استجابت لكثير من المطالب فيما يتعلق بمولدات الكهرباء، في حتى في موضوع الكهرباء كان هنالك مشروع يفترض أن يكتمل في 6 أشهر خلال الفترة الماضية، لكن للأسف لا توجد متابعة. المشكلة في الدولة العراقية حينما تذهب حكومة لا تأتي حكومة لتكمل المراحل. طيب لو ركزنا، أسف على المقاطعة سيد فلاح، لكن لو ركزنا الحديث على قمة بغداد وما نتمنى حصوله من قمة بغداد، نذكر أيضا أن هناك كانت اتصالات مع الرئيس الإيراني وأيضا رئيس مجلس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي مع أمير قطر مع أيضا الرئيس التركي. ما الذي من الممكن أن نفهمه من هذه الاتصالات، من هذا الحراك الذي يسبق عقد قمة بغداد؟ يعني أنا بمعلوماتي الجانب الإيراني، بما أن الحكومة غير مكتملة الآن ولم يتم الإعلان عنها، لا أعتقد سيكون حضور للجانب الإيراني، مع أنه هو جانب مهم في حضور هذه القمة. أنا في تصوري الآن كل المنطقة، كل هذه الدول التي نتحدث عنها التي ستزور العراق، كلها لديها استعدادات عالية وتنتظر من يفتح الباب لدخول الجميع كي يتفاوضوا بشكل مباشر ويلتقوا بشكل مباشر. وهذه نقطة تحسب للعراق الذي سيجمع كل الدول التي لديها مشاكل مع دول أخرى على أرض العراق. لهذا أنا أقول العراق في هذه المرحلة المهمة خطأ خطوة حقيقة تحسب لهذه الحكومة، لأنه سيجمع كل الفرقاء على طاولة واحدة، حتى لو لم يثمر عن نتائج في نهاية المطاف. لكن خطوة دبلوماسية مهمة. لكن سيد فلاح، هل بإمكاننا أن نسأل لماذا الآن زيارة الكويت في هذا الوقت تحديدا؟ ما الدلالة الرمزية لزيارة الكويت؟ ما أهمية زيارة الكويت في هذه الفترة؟ حقيقة ليست زيارة الكويت، ستكون هناك زيارة بمعلوماتي لروسيا، ستكون هناك المملكة العربية السعودية، لكثير من الدول المحيطة بالعراق ستكون زيارة. وبما أن سبقت لقاءات السيد الكاظمي على مستوى وزراء زاروا ووجهوا الدعوات، يبدو أن بعض القصص وراء الكواليس سيتم حلحلتها والتمهيد لفتح حوارات مع كل هذه الدول التي سيزورها السيد الكاظمي. ولا ننسى سبقت هذه المحاولة لقاء المملكة العربية السعودية مع إيران، الجانب الأمريكي والاستعدادات فيما يتعلق بالموضوع النووي. الكل الآن لديه كامل الاستعداد لكي يكون العراق جسر لربط هذه العلاقات. نعم، إذن اليوم في الاجتماع الذي عقد ما بين دولة الكويت ودولة العراق نوقشت الكثير من الملفات الثنائية، وهناك كثير من المصالح المشتركة ما بين البلدين. كيف من الممكن أن ينعكس هذا اللقاء على الإمكانيات الاقتصادية، إمكانيات الاستثمارية، وهي الأهم والتي ينفتح عليها العراق الآن بشكل كبير؟ يعني العراق حقيقة يحتاج أن ينوع مصادر استيراده ولا يقتصرها على دولتين أو على دولة واحدة، على اعتبار أن هنالك كثير من الشركات الكويتية، وأنا سمعتها من كثير من الوزراء الكويتيين حينما زرت دولة الكويت، الكل يسعى، حتى طرحوا فكرة أن تكون يعني نوع من المهرجانات الثقافية الرياضية حتى تندمل جراح الماضي
تماما حتى تعاد الثقة بالعراق الذي هاجم الكويت وكان لديه رغبة للدخول إلى المملكة العربية السعودية. أعتقد حركة التجارة فيما لو نوع العراق هذه المشاريع سيتعامل بأريحية مع الدول. يعني الآن نحن مع تركيا ميزاننا التجاري عبر الـ 15 مليار، في حين هنالك قطع للمياه، هنالك تدخل تركي، ميزاننا التجاري كبير مع أيضا مع إيران، أيضا المياه مقطوعة على العراق والكهرباء أيضا فيها مشاكل. تنوع الاقتصادي يعطي العراق أريحية أكثر في خياراته، وفي المفاوض العراقي سيكون له مجال أكبر للتفاوض. نعم، ذكرت جملة مهمة سيد فلاح، وهي تندم الجراحات الماضي ولا ننسى المشاكل القديمة والتي اندثرت تقريبا الآن، وهناك علاقات جيدة ما بين الكويت والعراق، لكن ما تزال هناك ملفات عالقة، وعلى أساسها اليوم شكل السيد مصطفى الكاظمي لجنة سياسية لتسوية هذه الملفات العالقة. لو مررنا بشكل سريع على هذه الملفات، ما هي أبرز الملفات العالقة ما بين الدولتين وكيف من الممكن تصفيرها؟ يعني حقيقة أنا ما لاحظته من خلال متابعتي للحكومات كلها السابقة، يذهب وفد ويوقع اتفاقية ثم تبدأ المؤتمرات الصحفية لشتم هذه الاتفاقية، تسكت الجهات الحكومية الرسمية عن هذه الاتفاقية. العراق وقع فيما يتعلق بخور عبد الله، هنالك مشكلة في الحدود، هناك قصة في النفط، هنالك كثير من القصص بيننا وبين دولة الكويت. تحتاج هذه القصص أولا أن نظهر ما تم التوقيع عليه من قبل العراق مع دولة الكويت، ونبدأ من حيث انتهى آخر توقيع حتى تستمر العلاقة بشكل طبيعي وتكون هنالك ثقة متبادلة ما بين المسؤولين العراقيين والمسؤولين في أي دولة أخرى. نحن نوقع الاتفاقيات ونتوقف عن تنفيذها على أرض الواقع. 14 مدرسة قدمتها الكويت للعراق في من عام 2004 إلى 2017 حتى اكتملت هذه المدارس بسبب كثرة المشاكل. عدد من المستشفيات قدمتها تبرعا الكويت، واحدة في البصرة، في أماكن أخرى واجهت كثير من المشاكل، إما على مستوى العشائر أو على مستوى مسلحين يبتزون أو على مستوى. فحقيقة الحكومة تحتاج أن تنظر إلى هذا، وهذا طبعا راح يمنحنا ثقة دولية فيما لو كان تعاطينا مع هذه الدول التي لها ثقل في الأمم المتحدة في الوضع الدولي. إذا ما تعاطينا بثقة عالية هذا سيمنح العراق ثقة عالمية حتى في قضية البحث عن الفاسدين، حتى على مستوى الانتربول. الانتربول إذا ماكو تعاطي ما بين دولتين وثقة لا يمكن أن يعمل. الفاسدين كيف سنمسك الفاسدين إذا لم تكن ثقة في الحكومة العراقية والجو السياسي، تكون إرادة سياسية موحدة، لا يمكن أن يثق بنا الآخرين. طيب، لو عدنا بالحديث عن قمة بغداد وعن دور العراق والكويت في هذه القمة، تعرف أن الكويت منذ سنوات تلعب دور تهدئة ووساطة في المنطقة، وكان هذا واضحا في الأزمة الخليجية التي اندلعت منذ سنوات. الآن العراق يريد أن يأخذ هذا الدور بعد أن كان متهما بأنه ضمن محور معين لا ضمن محيطه العربي. هل ستسمح العراق أو الكويت للعراق بأخذ هذا الدور، وهل ستساعده على أن يكون وسيطا دبلوماسيا في المنطقة؟ من مصلحة كل الدول المحيطة بالعراق أن يكون هنالك هدوء في العراق، أن يكون انتعاش اقتصادي، لأنه بالأخير يعني حتى على مستوى الدولي المصالح المشتركة، حتى على مستوى الشعب، إذا خلقنا مصالح مشتركة بين الجنوب والشمال والغرب في العراق ستكون هناك الوضع هادئا. من مصلحة الكويت أن يهدأ العراق، من مصلحة الكويت أن ينتعش الاقتصاد العراقي، من مصلحة الكويت أن ما يكون عنف، لأنه في نهاية المطاف هذا العنف ستكون ارتداداته على أي دولة محيطة بنا.